أيها الشاه الكبير، حفيد سليمان شاه عثمان الأسمر. انظر جيدا إلى جراحك، انظر إليها جيدا، انظر إليها لترى غدك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤلمك جراحك يا سيد عثمان، لتؤلمك جراحك حتى تلتهب نارك. لتحترق روحك يا سيد عثمان، لتحترق حتى تقف بقوة في مستقبلك. ما فعل بك الآن سيجعل صراطك مستقيما دائما، لا تنس هذا، لا تنس هذا.